كل الانترنت عشان الناس عندها داتا. فتصميم الداتا بيز للـ OLTP غير تصميمها للداتا هاوس. OLTP يعني اي سيستم، اي ار بي سيستم، سيستم في بنك، في شركه اتصالات، شركه واتيفر، دي او ال تي بي داتا عماله تدخل خلاص. فلازم السيستم الداتا بيز في تصميمها انا كداتا بيز بقى ديزاينر او داتا بيز ديفلوبر بصممها بحيث تدخل بيانات بشكل سريع. ممكن اقلل ايه؟ حد يقدر يقول لي ازاي اصمم داتا بيز بحيث انها تدخل بيانات بسرعه؟ ريليشنال داتا بيز طبعا. ايه اكتر حاجه بتبطئ ادخال بيانات في الداتا بيز؟ فلوبس انه لو انا داخل بيانات ممكن استغنى شويه عن الاندكسز او افهم، انما انا بسترجع بيانات من تيبل لازم اكون عامل اندكس عشان بسرعه اجيب بيانات. فالداتا وير هاوس بيبقى فيه اندكسز كتير قوي عشان البيانات اقدر اروح بسرعه. تمام؟ هنشوف هنا انه الداتا وير هاوس هو في الواقع جاي من زي ما انتم شايفين كده ديفرنت داتا بيزز. يعني زي ما قلنا كايرو وبيزا والكزاندريا ممكن يكون من سيستم سي ار ام، من سيستم بيلينج، من سيستم اي ار بي، فلات فايلز، اكسل، وورد، واتس ايفر، كله بيتجمع في الاي تي ال لاير اللي هناخد فكره عنها. تمام؟ وبعدها ايه الداتا هاوس. طيب خلينا نتفرج على البيلينج ده من الداتا هاوس.